السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. الموضوع الأول مشاهدينا الكرام عن اعتقال الناشطين في التظاهرات وكل من يطالب بحق أو ينتقد حالة موجودة في العراق. تظاهر عدد من أبناء محافظة ذي قار تحديدا في مدينة الناصرية، تظاهروا ليلة أمس بعد اعتقال أحد الناشطين من قبل القوات الحكومية. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المتظاهرين أغلقوا ساحة الحبوب وسط الناصرية وقطعوا جسر الحضارات بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجا على اعتقال الناشط كرار الزرجاوي بسبب دعاوى كيدية. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام جانبا من هذه التظاهرات. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر. تطور هذا الأمر وتطورت هذه التظاهرات لتأتي القوات الحكومية وترد بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين أشعلوا كما قلنا الإطارات وقطعوا الطرق مطالبين بالإفراج عن الناشط كرار. أدى هذا الأمر إلى إصابة عدد من المتظاهرين بالرصاص بحسب شهود عين. لنشاهد. محافظ الناصرية دولة، شنو دولة؟ هاي اللي تهاجم الزوار، شنو دولة؟ دولة منين دولة؟ اللي قمع المتظاهرين دولة منين؟ استلم هو كاسا استلم يا محافظ القار. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الموضوع إلى مظاهرة أخرى في محافظة المثنى وتحديدا في مدينة السماوة، هذه المرة حيث تظاهر أهالي منطقة النفط الزراعي احتجاجا على تردي الخدمات، قطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم. لنشاهد. احنا قاعدين 91 5000 بيت 10000 نزمه جاي ناشد وماكو زين من صارنا حوالي ثلاث سنين ومدروجين من سمره بجد الهندسي زين بس المواعيد اليوم باكر عقبه زين لا وكل شيء ماكو زين اجونا ربع المحافظ المتابعه صار لهم 20 يوم قالوا اسبوع وكل شيء ماكو عندنا كل شيء ماكو لا ماي لا كهرباء لا تبليغ زين اعطانا لو كلك بطلوا المدرسه عندنا ناس عجزه الا متى نص الولايه احنا هاي الولايه هذا حي شهداء وهذا احنا حي النفط الزراعي ام الذهب هاي ملينا بس المناشدات الماي هاي جاي تشوف طب للبيوت والله اكو ناس عافت بيوتها وطلعت لا اطفال تطلع المدارس لا كهرباء بها حظ لا شوارع تنطب هاي هسه تروح لا بتاكسي يوصل هنا لا ابو ما يوصل لا بالغاز يطب لنا يعني حتى بالغاز ما جاي يوصل لنا والله العظيم ابو الكهرباء تعال الكهرباء شوف الكاميرات بالقاع تعال هنا روح نايم ابو الكهرباء ياخذ هاي قبل اسبوعين اجوا جيد الخدمي شنو سووا؟ جابوا ماطور غطاس خلوه يومين وشالوه وراها كل شيء ماكو ما خلينا لا محافظ القديم لا جديد ماكو ما خلينا واحد ما ناشدناه كل شيء ما نريد عمي نفطاتنا هن النفطات مالاتنا سوونا لا خلفة الله عليكم لا مجملين واحد ولا مجملين انتم.
مشاهدينا الكرام، نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. علي أحمد يقول: هم ذول الحكام تبع الإيران، ما تصير كل شارة، الله أكبر على الحكومة. تعليق من صمد يقول: مناطق صار لها قرن وطابوا لا سبيس ولا مجاري ولا خدمات، رغم أنه هي مناطق نظامية كما يقول صمد. تعليق لدينا من أبو حسنين يقول: السبب يكمن في محافظ القادسية الفاسد والتخصيصات المالية المعدومة مع قائم مقام فاشل، هذه هي النتيجة. تعليق من عدي يقول: بلد وتحكم حرامية وفاسدين، ايش تتوقع؟ طيب، ننتقل إلى الموضوع الآخر لدينا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، إلى الواقع الصحي المتردي في العراق والإهمال الحاصل للمرضى من دون توفير أي علاج أو اهتمام أو رعاية صحية، تحديدا هذه المرة في محافظة ديالى، حيث أفادت والدة أحد المرضى أن الأطباء والكوادر التمريضية في مستشفى بعقوبة العام رفضوا علاج ابنها بحسب ما ذكرت. لنشاهد. هاي حالة ابني، واحد الدكاترة أقول له تعال عالج ابني، يقول لي من عالجه؟ هاي قدامكم كليتهم ولا واحد يرضى يجي. هاي راح ادز رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، شوف بعينك مستشفى عام بعقوبه ديموت. تعالي شوفوا يا اسلام الله، خلي يشوفون. ولهم الدكتور يقول ما عالجه. ننتقل الى مقطع اخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، ولكن نبقى في نفس المستشفى هذه المرة أيضا. وثق مواطن قيام أمن المستشفى مستشفى بعقوبة العام بإغلاق أبواب المستشفى ومنع المراجعين من الدخول إليها، وقال أحد شهود العيان إن عناصر أمن حكوميين اعتدوا على شاب بسبب طلبه دخول المستشفى الذي ترقد فيه والدته. طبعا يذكر أن عناصر لا يرتدون أي زي عسكري ولا يحملون أي هويات تعريفية رسمية، يتواجدون عند مداخل مستشفى بعقوبة العام ويمنعون الزائرين ويضايقون من يحاول الدخول إلى هذه المستشفى. دعونا نتابع هذا المقطع الذي يوثق الفوضى من داخل مستشفى بعقوبة العام. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا، وننتقل إلى مقطع آخر. إذا أفاد ذو فتاة مريضة من أهالي محافظة كربلاء أنه تم طرد ابنتهم من مستشفى الوارث التابعة للعتبة الحسينية لأنهم لا يملكون المال لعلاجها. لنستمع. نقول عمي بعض المؤسسات وبعض الناس ما عندهم رحمة وماكو إنسانية، ما يصدق بينا، لكن هذا الواقع المرير واحنا في شهر رمضان. مؤسسة الوارث اللي تابعة للعتبة الحسينية اللي هي مال الأورام السرطانية وبها أقسام، سرطان الدم، سرطان الثدي، سرطان كأشكال الأقسام كلها مال السرطان. هاي المؤسسة اللي تابعة للإمام الحسين عليه السلام، اللي ضحى بنفس الإمام الحسين وضحى بعياله من أجل البشرية ومن أجل الرحمة للناس، لكن المعاناة كثيرة وما أريد أحكي غير حكي، خاف تلومون علي. شوفوا هاي المصيبة، ولكم خلي رحمة شوية بقلوبكم، رحمة خلوا باكر حساب وياكم، وانتم مسؤولين الشرعيين امام الله سبحانه وتعالى عن هاي الناس المساكين. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وين الرعية؟ بس ماكو خلو. وانت ساعدين تفرحهم بشغائي، وانا تعبت وايد انا. زين انت المستشفى طردوش المستشفى؟ احنا ما عندنا مصاريف نقدر بعد. فلسنا ابوي ما عنده. من يجيب بعدي بيت شلاشته؟ شيب يا بعد. تعبت والله. طردوكم من المستشفى، ارجع. طردوهم من المستشفى، مستشفى مال الإمام الحسين.
ماكو ذمة ضمير، إنسانية ماكو. ماكو لا إنسانية ولا رحمة، وهذا شهر رمضان. طلعونا. يا لو تدفع 60 مليون علاج الكيمياوي وعلاج الإشعاع 60 مليون. يا إسلام والله ما عندي، والله هاي العلاجات اللي هي جاي أجيب أنا أدينها ديني من الناس، ديني من الناس وبالربا. أكو واحد يأخذ علاجات بالربا، أنا جاي أخذ العلاج بالربا. المليون عليه 100,000 دينار. وما معلوم المليون يمتى يرجع. لا هاي حالة بنتي وانا قاعد وياها من الصبح لليل، من الصبح لليل قاعد وياها. يا اسلام الله، يا اسلام الله. نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع، وطبعا انتظر مشاركاتكم مشاهدينا على هذا الموضوع لنناقش هذه التجارة التي تمارسها المرجعية في النجف بمؤسساتها، العتبات الدينية الحسينية والعباسية، وهذا الاستغلال الحاصل والمستمر، والنتيجة هذه النتيجة آلام وحسرات ودموع من العراقيين الذين يلجؤون إلى هذه المؤسسات التي هي برعاية الجهات الدينية المفروض أن تكون مجانية، أن تكون ذات تكاليف منخفضة لذوي الدخل المحدود للفقراء، لكن هي أغلى من أي مستشفى استثماري آخر موجود. نتابع علي حمزة يقول: هاي لو كانت أفغانية أو باكستانية أو إيرانية العتبة تشيلها بالصلوات. طيب محمد يقول: لعنة الله على كهنة المعابد، ذرة إنسانية ما عندهم، صاروا أحوال وصارت جامعات أهلية ومستشفيات باسمهم بسبب تسترهم بالدين بعد أن كانوا مقادي خارج العراق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن شاء الله للخير ما راح يقصرون. كرار يقول: حملة إلغاء مسلسل بسبب اسم مهيدي، ليش ما تشكلون حملة لهاي الفقرة؟ وناصر يقول: ليش وين الرحمة وين الإنسانية؟ قابل الخاسرين شيء من جيوبكم؟ طيب ويانا من بغداد منو؟ أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. أبو حسن حياك الله. تحياتي لحضرتك كل قناة الرافدين المحترمة. كل الهلا يا أبو حسن حياك. الله يحفظك أستاذ محمد. نعم. أنا أطالب الشعب العراقي أطالب الشعب العراقي أن يشكلون جبهة المعارضة على كافة الشعب العراقي. جبهة اللي هي جبهة الخلاص. نعم. ماكو غير طريقة غير جبهة الخلاص على كافة الشعب العراقي، ولا أريد محافظات تطلع تظاهرات وبقية المحافظات قاعدة مثلا الغربية، وعندك صلاح الدين الموصل كلها قاعدة، والوسط والجنوب يطلعوا مظاهرات. احنا نريد نشكل جبهة الخلاص حتى نقلع هاي الحكومة الفاسدة من العراق اللي جابهم الاحتلال. امريكا جابتهم وايران جابتهم واللحنة الله عليهم وعلي جابهم. نعم. اريد اسألك ابو حسن على المقاطع اللي عرضناها، مقاطع مؤلمة خاصة المقطع الأخير اللي بيه الجانب الإنساني اللي معدوم صراحة، الأخير والقبلة أيضا من محافظة ديالى كان بمستشفى بعقوبة، وأيضا هذا المستشفى مؤسسة الوارث اللي تابع للعتبة الحسينية اللي المفروض هي جهة دينية تابعة للمرجعية بالنجف، ده تبتز العالم وتمتص دماء الفقراء والما عدهم، يروحون حتى يحصلون على علاج يقولونهم اطلعوا برا لأن ما عدكم فلوس. يعني ناس وين تروح؟ يعني إذا كانت هذه المؤسسات الدينية اللي ترست جيوبها بأموال العراقيين اللي تبرعوا لها، اللي على أساس ده تبني هذه المؤسسات خيرية أو بصفة خيرية تبرعات، مؤسسات المفروض تكون مجانية، نلقاها أغلى من أي مستشفى استثماري أهلي آخر موجود في العراق. ليش؟ إيش عجب؟ أستاذ محمد، قبل في الحكومات السابقة من النظام السابق الله يرحمه الرئيس صدام حسين واللي غاد من كل الحكومات السابقة، الخدمات موجودة بالعراق. خدمات موجودة، لكن من 2003 جونا شلة حرامية ساقطين حسب ما نقول بوجهة واحترامي للشعب العراقي. عتبات المقدسة ولا المستشفيات الباقية كلها تروح بجيوب الفاسدين ومخلين الشعب على سطحه. الشعب أصبح مذلول. شلون ترضى هذه الجهات الدينية على نفسها وهي تدافع على أساس في المنابر تدافع عن حقوق الفقراء والمظلومين، أنها تكون يد لضرب الفقراء والمظلومين
والتضييق عليهم وحرمانهم من الحقوق من أبسط الحقوق وأهم الحقوق اللي هي الحصول على علاج والحصول على دواء والحصول على مساعدة صحية في حالات كثيرة مستعصية. احنا رغم انه نشوف هذه المليارات التي تدخل الى جيوب هذه المؤسسات الدينية، لكن مع هذا ما نشوف اكو اهتمام بالعراقيين. يعني السؤال اللي يطرح، بالوقت اللي كانت فيه كورونا، فيروس كورونا موجود، راح السيستاني يتبرع بمليون دولار لانشاء مستشفى للاورام في ايران، تبرع ومستشفى خيري، ومستشفى خيري وليس استثماري، في حين ابن العراق عليه ان يدفع في سبيل الحصول على علاج في داخل مؤسسات السيستاني. ايش عجب؟ ليش؟ لانه هم كلهم هذول المعممين اللي هم اصحاب رجال الدين، ما يسمى رجال الدين، وهم فاسدين. وبالنسبه الى السيستاني راح سوى مستشفى هناك بايران، هذول خواله مرجعيته هذول، بس قطراته هناك. نعم. فما يديرون بال على العدول اللي ذبحوا باسمه، واللي هجروا باسمه، واللي دمروا بيوت العالم باسمه، مو يقولون انه هو عراقي، مو هذه جهه دينيه عراقيه على اساس، مو يقولون هذا يمثل شريحه كبيره من المجتمع العراقي. لعد مدى نشوفه ده يسخر ادواته وامكانياته وقدراته، وهو يستطيع، وهذه المؤسسه الدينيه المفروض تستطيع في سبيل خدمه الفقراء والمحتاجين من ابناء الوسط والجنوب. ده نشوف ذول الناس بأمس الحاجة إلى المساعدة، ده نشوفهم في معاناة دائمة، ده نشوفهم فقراء يبحثون عن الطعام في المزابل، ده نشوفهم قاعدين بالعشوائيات، وبنفس الوقت يجي الأفغاني مثل ما قال الأخ، الأفغاني والباكستاني والإيراني يقعد في أرقى الفنادق، من يجون زيارة تدلك رجليهم، يأخذون أحسن الطعام، وربما أيضا يدفعوا لهم فلوس الجاية. طيب ليش والعراق شبيه اللي دا يتبع واللي دا يقول باسم المرجعية، وفئة من الناس طبعا، واللي دا تتبع هاي المرجعية على أساس أنه هي الجهة المقدسة؟ شعجب ما يهتمون بالناس الفقرة، ما يهتمون بالعراقيين. أنا قلت لك ما يهتمون بالعراقيين، بس الإيراني حتى ضباط رتب يدنجون على الإيرانيين ويفرقونهم، يعاجوهم، يعطوهم أدوية وخدمات وأكل، خدمات اللي العراقي الأصيل هو ما مخدوم على الإطلاق. نعم. فالشعب العراقي لا ينتظر بعد هاي الحكومة تقدم خدمة للشعب العراقي. فعلى الشعب العراقي أن ينتفض انتفاضة واحدة، ويشكلون جبهة الخلاص على كل المحافظات من شمال الجنوب. نعم. ماكو غير هالطريق هذا للخلاص من هاي الصغمة الفاسدة. شكرا. نعم. وصلت الفكرة أبو حسن، أشكرك للمشاركة. ويانا عمر من بغداد، أبو عمر العفو. أبو عمر تفضل يا أبو عمر، حياك الله. قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام، أستاذ محمد، احنا نعرف أنه بالعراق قبل 2003 كانت هاي الأمور عندنا، المستشفيات المواطن يعني بكل العالم، ليس أنه في العراق، من يروح المواطن أي مستشفى يروح إلها يعني متطمن ومتأمن. ليش؟ لأنه المستشفى يعني يجد بها الدواء، يجد بها العناية، يجد بها كل الأمور، من حيث يعني شلون ما نقول درهم ما يصرف من جيب الخاص، كانت كلها متوفرة وكلها الأمور طبيعية. لكن للأسف من 2003 ولحد الآن إيش تترجم الناس؟ أحزاب عمايم اللي يدعون بالإصلاح، واللي شاركوا بالطائفية، واللي قتلوا أبناء الشعب، واللي سرقوا، والآن الوزارات تحت أيديهم. يعني طلبوا من العراقيين أن يطلعون بثورة من أجل إصلاح. طيب أنتوا ناس فاسدين، قتلتوا المتظاهرين، قتلتوا أبناء الشعب العراقي، بقتوا خيراتهم، استولتوا على أموالهم، هجرت عالم، ايش تترجم الناس من يكون عندهم سلطه ويدعون احنا الاصلاح ولازمين وزاره الصحه؟ كيف يعني نترجم منهم هذا الامل ان يكون عندهم يعني واجب وطني لحمايه المواطن، لعلاج المواطن؟ فما نترجم من عندهم شيء. رغم مثل ما تفضلت في بدايه حديثك ابو عمر، انت ضربت وضعت المقارنه بالموضوع، انه قبل 2003 كانت الصحة مجانية، وكانت أيضا أكو إمكانية معالجة العراقيين وفق المستطاع، لأن البلد 13 سنة حصار،
وقبلها 8 سنوات حرب، يعني ما خلصوا من الأزمات، واستنزفت الميزانيات العراقية طيلة هذه الفترات. بعد 2003 دخل إلى العراق أموال لم تدخل إلى خزائن الدولة العراقية منذ التأسيس ب 1921 إلى غاية 2003. ما دخل إلى خزائن العراق بعد 2003 يفوق بأضعاف ما دخل قبل 2003. دعم دولي، انفتاح على العالم، أكو إمكانية شراء المعدات الطبية، أكو إمكانية استخدام أطباء، أكو إمكانية إرسال أطباء لمعايشة أو بعثات أو غيرها. ما صار أي من هذا الكلام، بالعكس احنا عندنا هجرة مستمرة للكوادر الطبية والخبرات وأصحاب الكفاءات هربا يعني لوذا بأرواحهم إلى أماكن آمنة أخرى، إلى دول أخرى، لأنه البلد هذا ليس بيئة مناسبة بل هو بيئة طاردة للكفاءات. اليوم بال 2016 العبادي ألغى مجانية الصحة فاقا من معاناة الفقير، كذبة التأمين الصحي صار لهم مش قد يروجوا لها، إلى الآن ما صار منها أي حل. يريدون يموتون المواطن العراقي بالبطيء، يعني شو يريدون بالضبط من الإنسان العراقي؟ أستاذ محمد أنا قلت لك بالأمر، إحنا الأمر صار ما طول بيد الميليشيات وبيد العمايم، ما نترجى من عندهم شيء، هم غايتهم تدمير الشعب العراقي وإهانتهم والموت بطيء. ليش؟ لو كان عندهم غيرة ويدعون بالإصلاح ويدعون بأنه أصحاب مقاومة، هاي المقاومة ما تحمل هيك ناس قتلة، ناس يقتلون بأبناء شعبهم. انتوا قاوموا نفسكم، قاوموا الفاسدين. لجنة النزاهة قررت بأنه 14,000 فاسد و55 طيب من هذول الأسامي كلها ردة للأحزاب وكلها ردة للميليشيات. وينكم؟ وين لجنة النزاهة تطلع بسابيهم تكشف عن دور الحكومة وتنظيف هاي الحكومة؟ يعني للأسف ما طول هاي الأكثر الميليشيات والأحزاب ما ممكن تتنظف وما ممكن انه يتعاقب من عندهم. ليش؟ لان يعني اكو عمايم عندها، اكو ناس سلطات يعني ملايين تنذر روح على جل هاي العمايم الفاسده. فكيف انه لجنه النزاهه والشعب العراقي وضع من كل الوزارات تصير بحاله جيده؟ ما زالت هاي الميليشيات والاحزاب هجوم المواطن من دي يروح المستشفى ما يلاقي العلاج، يعني دي مر بصعب الحالات كلها. يعني المشكله مو بس ما يلاقي العلاج، المشكله ما يلاقي اللي يعالجه. الكوادر الطبيه اليوم ده اشوف حالات ده يرفضون علاج الانسان. يعني الطب هو مهنه انسانيه قبل كل شيء. هي تعود على صاحبها بالمردود المادي الجيد الممتاز ربما ايضا يكون، لكن مع هذا هي مهنه انسانيه قبل كل شيء. يعني الانسانيه تقدم على المال المفروض عند الطبيب، عند طبعاً. الممرض، عند الصيدلاني. طيب اليوم احنا دا نشوفهم طبعاً. بالعراق سووها تجاره، يعني واحد دا يصارع الموت او حاله انسانيه مثل اللي شفناها في كربلاء تطرد من المستشفى، الطبيب يباوع على الحاله يمكن عنده صرع الاخ اللي كان في دياله. ولا كانه يعني دا يتكلمون بالتليفون ويسولفون بيناتهم ولا كانه اكو انسان راقد يصارع. يعني شنو هالقلوب المتحجره، القلوب اللي ماتت؟ وين العدل الانسانيه؟ وين الرحمه اللي المفروض تكون عند الطبيب؟ احنا هم يعني هم بالمقابل ما يصير دائما نحمل فقط الحكومه، ايضا اكو تقصير من المواطن، ايضا اكو تقصير من الطبيب، ايضا اكو تقصير من الممرض، يعني الصيدلاني. يعني هو اكو ايضا هي منظومه كامله مترابطه بداتها الحكومه بترسيخ هاي المفاهيم واليوم ده تمارس عن طريق الأطباء. أستاذ محمد إحنا نعرف كل زين، وإحنا كشعب عراقي نعرف أنه الدكتور أو الصيدلاني احتراماتي إلهم، يعني ماشيين على ضمن الأوامر اللي من ضمنهم. نعرف أنه أكو كثير من هاي الأحزاب والميليشيات هي مسيطرة على وزارة الصحة. يعني الطبيب ما ممكن أن أبو الصيدلية ما ممكن يوصف يعني يدفع الدواء بدون علم هذه الميليشيات وهذه الأحزاب. هاي المفروض أكو لجان أقوى من هاي تطرد هاي الميليشيات والأحزاب من كافة وزارة الصحة. يلا يكون لها موقف. يعني نشوف من وزارة الداخلية موجودين ومن الأجهزة الأمنية موجودة بكل المستشفيات كلهم تابعين هاي الأحزاب، ونشوف المرضى اللي يصاحون أو ينامون يعني بالقع ما عندهم أسرة سببها هذه الميليشيات. ونشوف يعني تحويل المريض الى مستشفيات اهليه والمواطن من ما عنده مبلغ او عنده يعني شهريته يعني قليله يعني براتبه،
يعني ما يقدر يحصل على دواء. شكرا ولا ابو عمر. نعم وصلت الفكره، اشكر حضرتك للمشاركه. يجبرون العالم حتى يتوجهون الى المستشفيات الاهليه اللي هم رعاتها، هم اللي اشرفوا عليها او يحموها او ياخذون منها عموله وهم اصحابها. السيد عبد الرحمن من الموصل، تفضل يا عبد الرحمن، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ حياك الله. كل الهلا عبد الرحمن. على مود الوجبه السابعه مال الرعايه. اي نعم، ايش بيها؟ صار لها 5 اشهر يوميا وباكر وما كل شيء لحد الان. يعني هي توزيع، بس حتى افتهم منك، هي توزيع رواتب لو شمولكم بالرعايه؟ يعني ادراجكم ضمن المستحقين؟ لا، الادراج ضمن المستحقين. يعني انتم موعودين ان انتم تدرجون ضمن اللي مشمولين بالرعايه، بس الى الان دا تنتظرون. اي نعم. صار لكم ايش قد؟ صار لنا 8 اشهر. 8 اشهر على هذا الكلام. الوجبه السابعه وخدمات، يعني هاي الفقره تحت الفقر. نعم. سيد عبد الرحمن، يعني انا اريد اسال صراحه، انتم ايش منتظرين انه تحصلون من الرعايه؟ يعني شنو اللي يشملكم؟ انا اريد افتهم من الناس بشكل ادق انه شنو المنافع اللي تعود عليكم من الرعايه الاجتماعيه؟ يعني شلون يعني شلون؟ يعني مثلا ماديا شو تحصل؟ معنويا شو تحصل؟ هل صحيا او يعني بالعلاج اكو شيء؟ اكو امتيازات معينه لك؟ شنو اللي تحصل عليه؟ اي نعم. من هاي الرعايه؟ اي نعم احصل. شنو بالضبط؟ من الرعايه، يعني بالضبط الرعايه السلمة 275 الف تفيدني، ايجار مولده 275 الف دينار لك لو لكل شخص. نعم. بعائلتك؟ لا، للكل، كلنا، للعائله كامله. العائله كامله 275 الف. اي نعم. يعني اقل من 200 دولار. نعم نعم. طيب يعني انا اريد اسالك سيد عبد الرحمن، انت صحيح بالموصل. نعم. ويمكن الايجارات عندكم ارخص من بغداد، بس هل 275 الف تكفي عائله شهر كامل؟ لا ما تكفي. من 4 نفرات مثلا؟ لا ما تكفي. مولده، ايجار، معيشه. يعني المن تريد تنطيها؟ المن تريد تنطيها؟ تنطيها لابو الايجار، لابو المولده تخلص. رحم الله والديك. يعني انا اعرف انه انتم بامس الحاجه الى هذا الشيء، على الاقل يطلع لكم ايجار مولده. لكن هل هذا هو حق العراقي في بلد غني كالعراق؟ يعني بالنهايه وراء هذا التعب، وراء هذا الانتظار هسه اللي تنتظره، ان شاء الله الله يجعل يطرح فيها البركه، لكن هل هذا ثمن يعني تعب العراقي وصبره على بلد بثروات بحر من النفط؟ إيه نعم. بالنهايه يعطوكم اقل. نعم. من 200 دولار للعائله مو للنفر. نعم. دول الخارج الطفل عمره سنتين الى راتب. وش قد راتبه دول الخارج؟ اقل راتب في دول كاوروبا وكندا وغيرها ينطون 400 و500 و600 دولار للطفل. طيب نعم. احنا بالعراق البلد الغني اللي ميزانيات تعادل ميزانيه كثير من دول اوروبا. النفط ما عندنا ننطي غير 200 اقل من 200 دولار العائله. نعم اقل من 200 دولار ينطي العائله. وين تروح بقيه الفلوس يا عبد الرحمن برايك؟ تطلع للخارج. لا عاد ما شاء الله يطلعون هم بالتلفزيون، عادل عبد المهدي وغيره، يقولون وهذا العامر يقولون احنا ما ناخذ فلوس، احنا فلوسنا نوزعها رواتب للرعايه الاجتماعيه. اذا كان هذا كلامهم صحيح، مو المفروض كل واحد من المواطنين العراقيين على الاقل على كلام المسؤولين يطلع له 1000 دولار بالشهر؟ راتب المتقاعد اشيل من كل راتب 100 الف، هاي تطلع مع الرعايه، والنواب اشياء كل راتب 300 الف منهم تطلع الرعايه. طبعا المتقاعد ما له ذنب انه يخصم منه، المفروض هو يخصم من رواتب ذولا المسؤولين وحماياتهم، المفروض تكون اكو عداله حقيقيه بتوزيع حقوق الناس، بتوزيع هذه الثروات. ساعتها ابو الرعايه المبلغ اللي يتقاضاه هذا يكون الى بس فرد، الى فرد من افراد العائله، مو لكل العائله. شو تريد تكفي بهذا الغلاء؟ وش تريد تكفي بالاسعار المرتفعه؟ يعني ما تكفي لا تعليم لا خدمات. نعم. الله يكون بالعون، الله يكون بالعون ويصبركم. اشكرك يا عبد الرحمن، اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من مدينه الموصل.
275 ألف دينار عراقي، يعني أقل من 200 دولار وفق السوق الموازي، أسعار التصريف السوق الموازي. شو تريد تسوي العائلة من 4 نفرات؟ ما راح نقول عائلة أكبر، وحتى لو عائلة من نفرين، شو تريد تسوي لهم؟ مثل ما قال السيد عبد الرحمن، ندفعها إيجار مولدة وتخلص. طيب العراق بلد يعني ما به خدمات مجانية مثلا كدول أخرى، أو ما به خدمات متوفرة مريحة وحكومية بتكاليف منخفضة، يعني يضطر المواطن أنه يشتري الطاقة، يضطر المواطن أنه يشتري وقود التدفئة، يضطر المواطن أنه يدفع إيجار، لأنه كثير من العراقيين اليوم ساكنين بالإيجار، لأن يعني ماكو قدرة شرائية على شراء المنازل بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة غسيل الأموال، فيضطرون. الأكل والشرب اليوم في ارتفاع مستمر، نشوف اليوم الأسعار كل يوم المواطنين دي يشكون من غلاء الأسعار. طيب والنتيجة أنه هذا المبلغ لأربعة أفراد في عائلة حتكفيهم شنو؟ طيب والعلاج؟ طيب والصحة والتعليم؟ شلون ذني مين يوفرون التكاليف حتى يحصلون على العلاج وحتى يدفعون تكاليف الطلبة في المدارس وتجهيزاتهم وغيرها وغيرها من مصاريف الحياة؟ الله يكون بالعون. ويانا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد، رمضان كريم عليكم أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. هم يريدون الديمقراطية، شو الديمقراطية؟ يوم أول تمثيلية المرجعية لغتها كيف بيها اسم المهدي، معقولة؟ لغة المسلسلة تقصد؟ تمثيلية عراقية جاي ندحب عليها يوميا. اي الوقف الشيعي، الوقف الشيعي معترض على يعني على مسلسل المرجعية جابت. اي اي لا هي مو المرجعية ابو علي، ولغتها اليوم ابو علي، ابو علي في البي ار تي. بس دقيقة دقيقة، هي الوقف الشيعي رفع دعوة طالب بيها بإيقاف هذا المسلسل اللي هو عالم الست وهيبة الجزء الثاني، لأنه البطل مالته شخصية مجرم اسمه مهدي، فيقول مهدي، فيقول لك هذه إساءة، هذه إساءة للإمام المهدي. وقبل شوي عرضنا مقطع لنفس الجهات الدينية وهي تبتز العالم بالمستشفيات، شنو التناقض؟ يعني الإمام المهدي كان سيرضى أن يطرد المريض من المستشفى لأن ما عنده فلوس العلاج؟ يطردون المريض هسه بمستشفى ابو غريب ما يطلعون غير بشهاده الوفاه، شايف شهاده الوفاه مالت الميت؟ نعم. ابو غريب ما بي اي صحه، نعم اي صحه ما بي مستشفى ابو غريب. الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. سيد ابو علي انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من ابو غريب. نكمل ما لدينا مشاهدينا، تحدثنا قبل لحظات عن إهمال البشر داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، دعونا نتابع الآن إهمال المستشفيات كمباني أيضا من قبل وزارة الصحة. طبعا لن تكون هناك مراكز صحية أو مستشفيات متخصصة أو أي مراكز لمعالجة العراقيين في ظل الإهمال الذي نراه بشكل مستمر من قبل وزارة الصحة. ففي محافظة البصرة وتحديدا في منطقة القبلة تداول ناشطون مقطعا مصورا لبناية متروكة غير مكتملة، من المفترض أن تكون مركز إسعاف، لكن حالها كما سنشاهده في المقطع الآتي عن طريق أحد المواطنين يبين الحال المأساوي الذي يعاني منه هذا المبنى الذي من المفترض أن يكون مركزا للإسعاف. لنشاهد. السلام عليكم أخواني الأعزاء، حاليا داخل مركز الإسعاف الفوري، مركز للإسعاف الفوري داخل منطقة القبلة بالضبط بصف المستوصف. هذا صار لعدة سنين من بنوه، تقريبا بعد 5 سنين أو 6 بنوه وانترك، وهذا وضعه. يعني هسه هذا مو هدر للمال العام، هذا مركز لإسعاف فوري منطقة حي القائم، شوفوا وضعه. وهذا المركز ورا ما انبنى انترك، يعني ظل بهذا الشكل بناية ورا ما كملت انتركت. تعرفون ايش قد احنا بالاخص بالمناطق الشعبية يعني كلش نحتاج اسعاف فوري، دائما حالات تصير، حوادث. وهذا مركز تدرن، طبعا هذا مركز تدرن هم كان متروك وهسه يمكن رجعوا واشتغلوا به،
وهذا مركز القبلة، مستوصف مع القبلة، الحي القائم تو عادة وترميمة، وهذا مركز التدرن هسه جاي، وهذا متروك لحد الآن مركز الإسعاف الفوري. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إلى العاصمة بغداد وتحديدا إلى منطقة الرضوانية غربية العاصمة، إذ بادر أهالي منطقة الرضوانية ببناء مدرسة بديلة للمدرسة الأصلية التي يتلقى فيها أبنائهم التعليم، ولكون المدرسة الحكومية هي قيد الترميم باشروا ببناء مدرسة بديلة. بعد أن تم الانتهاء من ترميم المدرسة الأصلية الحكومية، قام أهالي منطقة الرضوانية الذين شيدوا مدرسة بديلة بالتبرع بالمدرسة الجديدة التي بنوها على حسابهم الخاص، تبرعوا بها إلى وزارة الصحة. لماذا تبرعوا بها؟ كي تحولها وزارة الصحة إلى مركز صحي يخدم الأهالي. لكن أكد الأهالي أن الوزارة لم تعر الأمر أي اهتمام، وتركت البناء مهملا ولم تتخذ أي خطوة جادة بهذا الشأن. دعونا نشاهد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. اليوم احنا ببناية كانت مستقلتها التربية ومدرسة اللي هي تسمى مدرسة حسن المهدي بمنطقة القطوم برضوانية الغربية. اللي صار ان المدرسة انبنت القديمة، الأهالي بدل ما يفلشون هذا المكان تبرعوا لوزارة الصحة، يعني يا وزارة الصحة ويا رئيس الوزراء ويا محافظ بغداد اللي زرت قبل يومين قائم مقام ابو غريب وياك شله من المسؤولين، سالتهم عن الكادر الصحي ما سالتهم. طبعا هذا مو المركز الصحي الوحيد، هذا المركز الصحي اللي هسه هو ما محتاج شيء، لا محتاج تورع جديد ولا يحتاج بنايه ولا يحتاج كل شيء، وبموافقات من وزاره الصحه نفسها انه يفتح مركز صحي لمنطقه القطوم. وطبعا ما راح يخدم بس القطوم، راح يخدم الحطحوط والشنيدر والفلوجين وكل هاي المناطق اللي تقريبا ثلث من مناطق الرضوانية الغربية. زين، شنو زيارتكم اذا لابو غريب؟ لا الموضوع الصحي شفتوه ولا غير مواضيع اخرى. احنا هسه بدنا نقول لكم معاناة ومناشدة هاي الناس. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. لدينا تعليق من ابو هاشم يقول: توجد مدرسة في قرية المطلق فقط الأساس من سنة 2008، وإلى حد الآن لم يحرك ساكن في بنائها، والأساس لهذه المدرسة ممكن أن يتهدم، لماذا هكذا؟ أين الحكومات المتتابعة؟ ياسر يقول: هناك زخم في أعداد الطلاب مو طبيعي، أعداد هائلة في الصف، وهذه المدرسة غير مكتملة منذ سنين عديدة. تعليق من لوير عمر يقول: مصالحهم فوق كل اعتبار. ولدينا صدخان يقول: والشعب يريد سكن ماكو، دايح بالشارع وهاي البنايات تترك. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر وأخير ضمن هذه الفقرة. غضب مواطنون عراقيون من تفعيل كاميرات المراقبة المرورية التي تحتسب المخالفات والغرامات على السائقين في وقت لا توجد شوارع مخططة ومعبدة ومؤهلة لتفعيل مثل هذا النظام. وانتشرت مقاطع مصورة لإحدى كاميرات المراقبة وسط بغداد، أو ما يسمى بالكاميرات الذكية، وهي تلتقط صورا لأغلب السيارات التي مرت مسجلة مخالفات مرورية عليهم. هذا وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت عن بدء تطبيق نظام الغرامات الإلكترونية عبر الكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحسين السلامة المرورية والحد من الازدحام والاختناقات، مرجحة ارتفاع عدد الغرامات المرورية وحجم الإيرادات إلى أكثر من 400% بعد أن تم تشغيل الكاميرات. لنشاهد. من يطبق قانون جديد بالعراق كله غرامات تطب روح تدي لا تكسر بعد طح 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 هذا روح على عبد الله طح طح هاي 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 هاي
هاي روح نقرا مجاوب الشعب العراقي المتونس. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا. مواطن من بغداد كان يبيت ليلته قرب إحدى المستشفيات التي يرقد فيها مريضه، ليتفاجأ في الصباح بوجود غرامة مرورية بسبب الوقوف أمام المستشفى. قال المواطن: أنا في مصيبة بسبب مرض أحد أفراد عائلتي، ثم تضاف إلي مصيبة أخرى وهي الغرامة المالية التي كان من الممكن أن يتلافاها رجل المرور بتنبيهه وإيقاظه بدلا من تغريمه على حد قوله. طبعا هو كان نائما داخل السيارة. لنشاهد. كل شيء بالدنيا شفت، بس ما المرور يقص وصل السيارة وصاحبها نايم بيها وعنده مصيبة واثنين نايمين بيها، مو واحد اثنين. هاي اثنين، واحد هنا هاي باعف راشده وقدتني نايمين بطل السيارة، هذا واحد نايم هنا والثاني نايم هنا، نايمين والله. زين لا عندنا مصيبة مستشفى نايمين اثنين بيها سيارة تجي تقص وصل بدون ما تدق الجامعة وتقول يا مصخمين طلع سيارة من هنا. هاي ما شايفاني بالدنيا كلها، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ماكو شيء والله. نتابع مشاهدينا التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو علي يقول: في جميع دول العالم القوانين يتم وضعها لحماية المواطن سواء من المجتمع أو من نفسه كما في قوانين المرور، ما عدا بالعراق الجريح، العراق الجريح القوانين توضع من أجل سرقة المواطن وليس من أجل خدمته حتى تكون السرقة بإطار قانوني. أبو أحمد يقول: أنا مع القرار وأؤيده ومرحب به ومسرور أقسم بالله، لكن هل يستطيعون يغرمون سيارات الدولة والأحزاب؟ قائد الرباعي يقول: هم جاءوا لغرض المال لأن اختصاصهم أما عن السياسة فالصفر. تعليق لدينا من وائل يقول: إن الشرطة لدينا مو في خدمة الشعب بل نقمة على الشعب. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الإنفوغرافيك. دق مختصون صحيون واقتصاديون وخبراء اجتماعيون ناقوس الخطر في العراق جراء تفشي آفة التدخين في المجتمع، وذلك بعد معلومات تفيد بإنفاق العراقيين مبالغ ضخمة سنويا على منتجات التبغ والسجائر لا سيما الإلكترونية منها. وجاءت التحذيرات بعد معلومات تفيد بإنفاق العراقيين 3 مليارات دينار عراقي لاستهلاك منتجات التبغ يوميا، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة وسط دعوات لحملات تشريعية وأخرى إعلامية للحد من تأثيرات تفشي هذه الآفة. دعونا نشاهد هذا الإنفوغرافيك. مشاهدينا الكرام، أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.